قصة اليوم سوف تكون مختلفة تماما عن باقي القصص. علاش؟ لأنه راح نحاول ندخل عمل خيري لأول مرة في هذه القصة. كيفاش العمل الخيري غادي يكون؟ أولا خصكم تتابعوا القصة. قصة من؟ قصة الجزائري المحترف في كرة السلة اللي تحول إلى حارس أمن، من شخص اللي كان الدخل تاعه أكثر من 250 ألف دينار جزائري إلى شخص اللي الدخل تاعه ما يتعداش 20 ألف دينار جزائري. وكل هذا كان بسبب واحد وشخص واحد. وكان تقدر تقول باللي ضاعت حياتي. فماذا حدث لهذا الشخص اللي خلى حياته تتغير 180 درجة؟ تابعوا معنا. جو السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. قبل ما نبدو الفيديو صلوا على النبي. ثانيا راني حاب من خلال هذا الفيديو نقوم بعمل خيري. تفاصيل العمل الخيري اللي تخص هذا الفيديو راح نشاركها معكم لاحقا، لكن اولا يجب علينا ان نفهم القصة، وبالتالي لازمكم تشاركوا هذا الفيديو وتعطوه لايك شباب وتعليق شباب باش يوصلوه الى اكبر عدد ممكن. ويلا بينا نبدو. كنت بيناتنا الوقت حياتي وقا باسكاتي كم ناسيوما لو دير اسم ودوكا ما نكذبش عليك راني نخدم اجونت سيكوريتي. هشام مباركي المولود في عام 1992 بالعاصمة، بدأ كرة سلة لما كان عنده 6 سنوات فقط، وهذا الفضل رجع إلى الوالد تاعه لأنه كان مدرب كرة سلة متفوق. مامي أول نادي لعب فيه لما كان صغير هو نادي سيد محمد بالجزائر العاصمة، وهذا كان من عام 1996 إلى غاية 1998، يعني سنتين فقط، ومع نادي سيد محمد قدر يحقق لقب أحسن لاعب. ومن بعدها في عام 1898 انتقل إلى نادي المولودية وين لعب عدة بطولات، أهم البطولات اللي لعبها كانت بطولة الجزائر واللي فازوا بها أيضا. مدة بقائه مع المولودية كانت حوالي 7 سنوات، يعني من عام 1898 إلى غاية 2005. وفي 11 نوفمبر عام 2005 الشخص هذا تحصل على شهادة من قبل الـ NBA موقعها سام بيركنز وشاميكا كريستن. هذا الشخصين هما أساطير في كرة السلة بأمريكا. تخيلوا هذا الناس يوقعوا لك هذه الشهادة، هذا يعد إنجاز. وباي ذا واي الشهادة هذه متحصل عليها فقط 3 أشخاص في الجزائر أنذاك. ولاحقا سيكتشف أن هذه الشهادة هي ليست ورقة فقط، وإنما تعد جواز سفر سيحتاجه. هشام لعب لفترة قصيرة مع نادي اتصالات الجزائر. نعم اتصال الجزائر عندهم نادي كرة سلة. نتمنى ما يكونش بطيء مثل أنت. الحق هشام إلى الثانوية، من الرغم أنه كان متفوق جدا في الدراسة تاعه إلا أنه كان عليه الاختيار ما بين كرة سلة أو المدرسة، لأنه كرة سلة كانت دايت له كل وقته، يعني نتكلم على بطولات تدريبات نوادي كل شيء. فالشيء الوحيد المتفوق فيه هشام هو كرة سلة، فكان عليه أن يترك المدرسة ويخصص كامل وقته إلى كرة السلة، وفعلا هناك قدر أنه يبرز. فبقى على هذا الحال، يعني يتنقل من النوادي يعيطوا له هادو إلى غاية عام 2014 لما التقى بمدرب خاص. علاش خاص؟ لأنه مدرب كرة سلة عسكرية، وهنا سوف تتغير حياة هشام كليا. المدرب العسكري هذا هو اللي كان حاكم المنتخب الوطني العسكري، وكان التقى بهذا هشام وطلب منه انه ينضم اليه الى المنتخب الوطني العسكري. بالطبع لما نقولوا عسكر نتكلموا على عقد، وعقد خاص يعني. فالعقد بايجاز كان يضم التالي، وهو انه يبقى في نادي المولودية تاعه اللي كان ياخذ منه قرابه 250 الف دينار جزائري كراتب شهري، لكن لما يتصلوا به المنتخب الوطني العسكري فلازم له يلعب معه بدون ارتداء البدلة العسكرية، يعني عنده بدلة عسكرية لكن ما يحتاج انه يرتديها لانه هو هناك فقط للعب كرة السلة. والراتب اللي غادي يعطوه له العسكر هو قرابة 40 الف دينار جزائري. فقال له انه غادي تلعب معنا لمدة 15 سنة، يعني العقد هذا هو، ومن بعد تقدر تتقاعد براتب شهري جيد. فقال لي ما لا، انه نقدر نمارس منا رياضة ونمارس ايضا منا رياضة، فالفكرة جيدة. ايوه على بركة الله بدأ مع
المنتخب في عام 2014. بالطبع هو عنده الوقت تاعه اللي يكون من 8 او 7 صباحا الى غايه 12، يعني الوقت تاع الظهر والعصر راه ليه، يعني يعمل فيه وش حب. فمن غايه 2014 الى غايه 2018 كل شيء كان على ما يرام. الانسان هذا كان عنده راتب شهري زهيد جدا، هذا من غير ما نحسبه يعني الاموال اللي ياخذها لما يلعبوا البطولات ولما يربحوا، راكم عارفين هذه الامور كيما كره القدم، فقط كره القدم يدو اكثر منهم، هذا ما كان. المهم في الفتره اللي بقى فيها مع المنتخب العسكري هذا كان تعرف على شخص، الشخص هذا قبل ما نقول لكم ابن من وما غاديش نذكر اسمه يعني، المهم هذا الشخص كانوا حاطينه في المنتخب الوطني العسكري لكره القدم، وهو ما يلعبش كره القدم، فقط حاطينه باش ياخذ راتب شهري زهيد وفقط، هذا ما كان. فمادام الانسان هذا ما كان يقوم بوالو من غير انه ياخذ الراتب الشهري تاعه، فكان يروح يتعرف على الرياضيين اللي معاه سواء في فريق كره القدم او في فرق اخرى. من بين الفرق اللي حط عينه عليهم كان فريق هشام مباركي، فكان ساعه ساعه يروح يتواصل معهم، يعني سلام اليوم كيفاش راكم دايرين، غدوه واش درنا فيها، وهي غاديه. ومع زياده الاموال بدات الافكار تتشتت شويه، لانه هنا هشام مباركي وبعض من الاصدقاء تاعهم كانوا يروحوا يسهرون في الملاهي الليليه وفي الفنادق للاسف شديد، وهذاك الشخص ابن فلان كان يلاحظهم وكان حاب انه يدخل في المجموعه تاعهم لانه عجباته، فكان يتواصل مع المجموعه اللي فيها هشام، وهشام بالاخص هو اللي كان يتكلم معاه كثيرا لدرجه انه اصبحوا اصدقاء. لكن ما نجي نتكلموا على اصدقاء في الخير جماعه الخير، رانا نتكلموا على اصدقاء في الملاهي الليليه والفنادق، والصداقه التي تتم في الحرام تبقى في الحرام للاسف شديد. وصولا الى عام 2018، هشام واصدقائه من بينهم ابن فلان هذا كانوا في فندق معين بدون ذكر اي اسم، الفندق هذا كان فيه ملهى ليلي اللي كانوا يجمعوا فيه هشام وجماعته، وهشام والاصدقاء تاعه كانوا يريحوا فقط مع بعضهم، ما كانوش يقوموا بامور اخرى. لكن الانسان هذا ابن فلان كان يحب يكتشف، فكانوا يعلموه ويوروا له انه فيه اشياء تقدرها وفيه اشياء ما لازمش تديرها. فمن بين الاشياء اللي ما لازمكش تديرها هي انك تروح عند الجماعه اللي كانوا يبيعون المخدرات والكوكايين، لانهم جماعه مسلحه وجماعه اللي ما تقدرش تتمشى معاهم او توصلهم. لكن هو كان ابن فلان جماعة الخير، ليس اي فلان، مش باغي نذكر الاسماء خوفا على صحتي اليومية. فمن الرغم من انه هشام وجماعته حذروا هذا ابن فلان انه يروح يتكلم مع هذوك الاشخاص، لكن هو قرر في يوم من الايام انه يروح عند هذه الجماعة وهو في حالة خمور وبغى يزيد على الحالة تاعه، فراح وهشام راه يترقب من بعيد، يعني ماذا يفعل هذا ابن فلان، حتى لاحظ هشام من بعيد انه هذا ابن فلان راه يتناوش مع هذاك الشخص، من بعد رمى عليه كمية من الاموال، كمية طائلة بالطبع. ولاحقا جاءوا حراس الملهى هذاك واخرجوا هذا ابن فلان مع الجماعه هذوك الى الخارج. هشام لما شاف هذا المنظر قال لازم انه نروح ندخل روحي ونحاول نفرق هذا الشجار. لما توجه هشام جاء عند هذاك من الجماعه وقال له ما تدخلش روحك اني نعرفك، وراح اخرج مسدس، يعني واحد من الجماعه هذوك اخرج مسدس وراح حطاه الى ابن فلان هنا في هذه المنطقه، يعني فقط لتحذيره ليس لغرض اخر، وقال له يعني من انت، شكون اللي عطاك الحق باش ترمي علينا الاموال، احنا جماعه كبيره راكم فاهمين. وباي ذا واي كل هذا الامر اللي قاموا به كان فقط امام الشرطه، فماذا فعل ابن فلان هذا؟ فراح تكلم معهم وبلغ عن الاشخاص اللي كانوا هدوه بالمسدس، واهم شيء قالهم ابن من هو، فابن من هذه اكدوا عليها لانه لاحقا سوف تتخلط، لانه اليوم هذا كان يوم الخميس، الجمعه والسبت جمعه مريحه، الحد عادك بدينا في التحقيق، ويوم الاثنين اتصلوا بهشام مباركي وجابوه الى محكمة عسكرية كشاهد على ماذا جرى في هذيك الليلة. فهو كشاهد كان صرح بالاقوال تاعه وقال يعني واش شاف، يعني هو في الاخير لم يكن له دخل في اي من هذه المسألة، والحمد لله يعني الانسان هذا عدى منها وخرج منها، لانه في الفترة تاع من الخميس حتى الاثنين والد الفلان هذا كان راح وامسك بجميع الاشخاص اللي كانوا في هذيك الحادثة، واهمهم الشخص اللي صوب المسدس في رقبة ابنه، وكل واحد فيهم اعطاه مدة معينة من السجن. من الرغم انه ما
كانش فيهم اللي لقاو عنده دليل من غير الشخص اللي كان يبيع في المخدرات. لما دهموا الى المنزل تاعه لقاو كميه من المخدرات فعطاوه 15 سنه سجن، والانسان اللي صوب المسدس عطاوه 10 سنوات، من الرغم انه ما كانش عنده مسدس في المنزل وما لقاو عليه حتى دليل، فقط انه الابن تاعه قال لهم بلي هذا هو اللي صوب المسدس. 10 سنوات معمين. نظن الان بديتوا تدوا فكره عن ابن فلان ومن هو الفلان بدون ذكر الاسماء، واذا يا جماعه الخير عرفتوا الفلان هذا شكون ولا ابنه شكون، من فضلكم من فضلكم راعوا حقوق النشر وما تحطوليش الاسم تاعه في التعليقات من فضلكم، خصناش مشاكل. تخيلوا معايا يا جماعه الخير، في يوم المحكمه كان اول مره يرتدي هشام مباركي البدله العسكريه تاعه، وهو لما قالوا له ارتديها كان على عين بانه فيه شيء على غير ما يرام، ومن بعدها البدله هذه لم يقم بنزعها. علاش؟ لانه تم نقله الى ولايه بشار، ابشع ثكنه عسكريه ممكن تتخيلها، يعني الحر الزائد وزياده على العمل اللي كان يقوم به، يعني الانسان هذا ما ولاش لاعب كره سله، الان اصبح مع المشاة العسكريين اللي يقوموا بالاعمال الشاقه ويحطوهم في الحر الشديد. الامر الغريب في هذه الحكايه يا جماعه الخير انه في العقد تاعه ما يقدروش انه يغيروه من لاعب كره سله الى شخص في المشاة، لا علاقه يعني، كيفاش قاموا بهذا الشيء؟ وهنا يدخل فيها الفلان بالطبع. تمشي هكا في الصحراء الكاسك تاعك ساكادو، انت تكون في موند يرفدوك يحطوك في موند واحد اخر عباك وعلى بزاف باش تاقلم. من بعد معاناته لمده 4 سنوات قرر انه يتوقف من العسكر وما يزيدش يشوف فيه خلاص، لكن لما خرج من العسكر لقى مشكل اخر ينتظر فيه. المشكل هذا كان بدا قبل العسكر، لما فريق مجمع البترولي اللي كان فيه قبل انه يدخل العسكر اعطاه مسبق 120 مليون سنتيم. جماعه من فريق المجمع البترولي راحوا تكلموا مع الوالد تاعه وقالوا له بلي رانا عطيناه مسبق يعني مالي باش يلعب، لكن هو ما لعبش، وهو فهمهم يعني القصه اللي صارت له في الثكنه العسكريه ولم يقم باي شيء من غير انه يعيش الجحيم في هذيك الثكنه العسكريه. هشام قدر انه يرجع الى الفريق، لكن الامور تغيرت كثيرا عن باقي السنين اللي كان يلعب فيها مع المدربين هادو، يعني على سبيل المثال المدربين هادو ما ولاوش يلعبوه بزاف لانه قال لك انا نفضل انه نلعب شخص صغير حتى ولو كان ميكونش عنده التجربه، المهم الانسان هذا لما يكون صغير يقدر انه يجري، ماشي كيما هشام اللي من الرغم انه عنده تجربه كبيره في المجال لكن القيمه تاعه نقصت. بقى يعني مع هذا الفريق حتى قرر انه يتوقف، من بعدها راح درس باش يصبح مدرب. من رغم من تجربته الكبيره في هذا المجال ومن رغم ايضا انه الوالد تاعه كان تكلم معاه باش يخدم معاه او يعمل معاه، الا انه الحادثه اللي صارت له مع المنتخب الوطني العسكري خلت له بصمه، وهذيك البصمه اثرت عليه لدرجه انه لم يعد يستطيع ان يلعب. زياده على ذلك جات الحراك في 2019 و2020 و21 الكورونا، والكورونا ما كانش بطولات ما كان والو كما على بالكم، فهشام وجد نفسه 3 سنوات بدون اي عمل، يعني ما ولاش يلعب مثل ما كان مع الفرق وما قدرش ايضا انه يدرب، فالان اصبح الانسان هذا يبحث عن لقمه عيشه فقط. ولقمه العيش هذه وين وجدها؟ وجدها كحارس امن اللي الراتب الشهري تاعه ما يتعداش 20,000 دينار جزائري. القصه يا جماعه الخير ما كملتش هنا، القصه نظن بدات من هنا، لانه من بعد الخطا اللي قام به واللي هو انه كان يسهروا في الملاهي الليليه واللي ندم عليه لاحقا، جاته فرصه اخرى. الفرصه هذه جاته من خلال واحد من اصدقائه اللي كان يلعب معاه لما كان صغير، اسمه محمد حرات، وهذا يعد افضل لاعب كره سله جزائري، وهو حاليا يلعب في منتخب قطري. المهم محمد حرات هذا تواصل مع خونا هشام مباركي لانه سمع بالحادثه اللي صارت له وسمع بانه راه يعمل كحارس امن. محمد حرات هذا عرض عليه فرصه ذهبيه، الفرصه هذه انه يروح يلعب في نادي قطري، والنوادي القطريه كما نعلم فيهم راتب شهري زهيد، وايضا اللاعبين اللي يجيبوهم راهم لاعبين من امريكا ولاعبين من اسبانيا، يعني عنده مستقبل زاهر هناك. لكن المشكله يا جماعه الخير انه كل الاموال تاعه ما بقاتلهش، الانسان هذا ما عندهش دراهم باش يقدر يشتري يعني التذكره باش يروح لقطر، وايضا الاموال يعني اللي يصرف بها هناك. وهنا وين جاتني الفكره هي انه القصه لم تنتهي، واش رايكم لو كان احنا نساعدوه في اكمال القصه عن طريق انه نساعدوه انه يشتري التذكره تاعه واللوازم اللي يحتاجها باش يروح الى قطر، ولما يصل الى قطر لما لا نشوفوه ونديروا معاه فيديو سواء لايف او فيديو اللي كان
كان يعني المهم نساعدوه باش يكمل الحلم تاعه ولا يحقق الحلم تاعه. وباي ذا واي هذه الفكره خطرت على بالي الان، يعني ما كنتش مفكر فيها ولا تكلمت معاه سابقا على هذه الفكره، يعني هو على غير علم. فاذا بغيتوا تساعدوا نعطيكم الانستغرام تاعه، تواصلوا معاه وساعدوه، ونتمنى نتمنى نتمنى انكم تساعدوه فعلا باش يصل الى هناك. ولما لا نكونوا احنا سبب في تكمله القصه هذه، ولما لا نكونوا احنا سبب في نجاح هذا الشخص مره اخرى، لانه فعلا يستحق. كانت هذه قصه تاعنا تاع اليوم. اذا عجبتكم القصه راح تعجبكم هذه وتعجبكم هذه، واذا عجبكم هذو جوج قصص ايوا ديرونا سبسكرايب هنايا. نشوفكم في فيديو جاي ان شاء الله.